التفاعل مع ما جرى على الحسين وين وصل، بحيث رب العالمين يقول لبعض مخلوقاته اصبروا وانا راح انتقم. فهاي المخلوقات وصلت الى اي درجة من الجزع على الحسين بحيث رب العالمين يتدخل لي ها لان يصبرهم مثلا، يهدئهم مثلا. الامر وين وصل؟ دخل اكمل الروايه. يقول الباقر: ليش الامام المهدي سمي قائم واهل البيت كلهم قائمون وقوامون؟ يقول: لما قتل جد الحسين ضجت عليه الملائكه الى الله بالبكاء والنحيب وقالوا، اصلا خاطبوا الله، كلموا الله الملائكه: الهنا وسيدنا. شوف التعبير، شوف التعبير، شوف التعبير ايش قد خطر، شوف التعبير ايش قد خطر. والرواية في علل الشرائع للصدوق، وقاعد أقرأ النص كما المصدر بين يدي، أخاف أقرأ التعبير من دون المصدر، أخاف. إلهنا وسيدنا، أتغفل عمن قتل صفوتك؟ الملائكة يقولون رب العالمين: أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى إليهم الله: قروا يا ملائكتي. يعني شوف الأمور وين وصلت. قدرت أوصل فكرة؟ شوف الأمور وين وصلت بعد قتل حسين. يقول لهم قروا شوية، اهدؤوا. شوف الغضب لقتل الحسين بالسماوات والأراضين وين وصل كما يقول الإمام الباقر. الله أوحى لهم: قروا ملائكتي فوعزتي، يقسم لهم حتى يهدئهم، فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين. ذول القتلى والحسين أنا راح أنتقم منهم ولو بعد فترة. هسه هاي الفترة بسيف المختار مثلا الله انتقم منه، وأكو فترة أطول من موضوع الانتقام بسيف المختار. لأنتقمن منهم ولو بعد حين. التفتوا لي شوية، التفتوا لي، ضوعوا لي. هذا يظهر ما كفى الملائكة، اضجت إلى الله. ابن حبيبك وابن حبيبك هيك يصير بي يا رب؟ هيك يقولوا رب العالمين قال لهم أنا راح أنتقم. الدور رب العالمين خلاهم يشوفون، مو بس سمعهم كلام. يقول الإمام الباقر: ثم كشف الله عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة، كشف عنهم، قال لهم شوفوا ذولا، عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة، فسرت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي، فقال الله: بذلك القائم أنتقم منهم. شوفوا هذا الواقف من الأئمة من ولد الحسين يصلي، اللي هو الثاني عشر، التاسع من ولد الحسين، بهذا راح أنتقم من قتلة الحسين. فهدؤوا انتوا شويه، هدؤوا.